هلو، شحال بير. الله يحفظك اخويا زكريا. عليكم السلام. الله يحفظك اخويا معاذ. واش بصح فيسبوك غيبدلوا ليه السميه ميتا؟ لا خويا، هذيك غادي تبدل غير بحال قلتي الهولدينغ. دقيقه. وي قلتي امين. واحد السيد. امين. اها اه 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 سولني هذا السؤال في اللايف سنين نوبة. المهم وهذا اش من تحقيق؟ ما فهمتش انا التحقيق. والنمرة ما توصلش النمرة، الكود ما توصلش النمرة. واخا بلا تنسى لي اللايف ونشوف لك كلشي. الله يحفظك اخويا مصطفى. قلت لك هو هولدينغ، هو هولدينغ يعني مجموعه من الشركات، مجموعه من الشركات اللي تابعه لفيسبوك غتدخل في الاسم ديال ميتا. اما فيسبوك الاسم ديالو ما غيتبدلش للميتا. فاهم انت؟ الرجل الثامن من رجالات مراكش. الله يحفظك اخويا وورد. شنو اللي احسن، فرونت اند ولا باك اند ديفلوبر؟ بجوج اخويا. غير هو حاول انك تركز على، حاول انك تركز على، اسمح دقيقه. باش تكون، باش تكون ان بروفيسيونيل ما خصكش ركز اما على الفرونت اند ولا على الباك اند. ما تحاولش تكون فرونت اند وباك اند، حيت ما يمكنش لك انك تكون واعر فيهم بجوج. انا لا بغيت ريكروتيك وغنشوف مثلا فول ستاك، ما صعيب عليا. خصني اما واحد يكون فرونت اند ولا باك اند، حيت عارف الا واحد مركز على الفرونت اند غيكون واعر، ولكن واحد مركز على الباك اند غيكون واعر. يعني ما يمكنش واحد يكون تيشد مزيان الباك اند والفرونت اند. سامين، شكون احسن، واش ستوكس ولا الفوركس؟ انا نفضل انك تمشي ستوكس. تمشي التطبيق يمسح الصور نهائيا من الهاتف، يعني ما يرجعش. غادي دير ما يسمى بالتطبيق، هاديك تنقولو ديما شريديت. غنوريك. شريديت. المهم ديال شري ديال راه سبق ليا وشرحتو في لاشين باش يطلع ليا، ما عرفتش. المهم راه شرحتو في القناة ديالي على يوتيوب. راه كتبو اللوردي، راه كتب ليك السمية. جوني عافاك. امين شي طريقة لاسترجاع الصور والفيديوهات؟ كاين عندك ديسك ديكرا خويا حمزة، هو اللي ممكن تخدم به حاليا. خويا امين عندي 2500 درهم، واحد الدري عنده 2500 درهم، بغينا نديرو البوم. واش نشدو استشاره ولا نبداو بوحدنا؟ خويا اكادير 5000 درهم تقدر تبدا بها الايكوم لوكا. واش تاخذ استشاره معايا ولا ما تاخذش؟ والله ما نقدر نقول لك. المهم داكشي اللي في يوتيوب راه
كافي يعني لا بغيتي تبدا بيه. ولكن المشكله في يوتيوب انه داكشي اللي في يوتيوب كلاسيك، هذا هو الاشكال اللي كاين في الفيديوهات اللي كاينين في يوتيوب. اسي امين بقينا كنتسناوك بالصحه البير والله يحفظك. انس الله يحفظك اخويا. السلام عليكم، عافاك. شنو اللي حسن في بايونير؟ واش سياش ولا البي ان سي؟ انا غا طالب وباغي شي حاجه رخيصه ومزيانه واخا عارفهم عياني. اخويا انا سياش ما ننصحكش بهم، بي ام سي واعر. علاش ما عندكش حساب في تويتر؟ لا عندي حساب في تويتر السي رشيد، الكريبتو ما كندويش عليه في اللايفات. سمح لنا اخويا الله يحفظك. ابتسام واش بصح داك الموقع ديال فايف بيلينز؟ لا كذوب داك الشيء، فوتو عليكم هذاك الشيء. قلت اللايف الثالث اللي تنعاود نقولها فيه. خويا امين بليز عندي فكره توليد الكهرباء من محركين، ما عرفتش فين نمشي ولا مع من نهضر. خويا امين بليز عندي فكره توليد الكهرباء من محركات. هو راه جينيري الالكتريسيتي من الموتور، راه زعما موجوده هذه الفكره، ما عرفتش شنو هي الجينيراتور اصلا كيولد الضوء من المحرك. الى كانت شي حاجه جديده الله اعلم. مشاو ليا فلوسي في سكواد جيم. خويا ديما تنقول لكم الشيت كوينز فوتوها عليكم، ولكن اخويا راسكم قاسح. ديما تنقول ياك تنقول لكم داكشي عطاو اتساع. ايوا انت اخويا شوف سي نور الدين رخيصة بتعليمة. حنا راه ما تنقول لكم شي حاجه بحال زعما راه حاسدينكم ما باغيكمش ديروها ولا شي سير ناكلو منها حنا الخبز وما بغيناش نوريوه لكم. انا تنقول لكم فوتوا داكشي باش ما توقعوش في النصب. شي 3 سيمانات هادي واحد راه مشات ليه 10 المليون، اتصل بيا قال لي اخويا دوزت شي فلو، دوزت واحد العمله وضربت فيها الفلوس وهذا وضربت 10 المليون ولا ما 13 مليون، وقال لي 13 مليون يمكن، وقال لي اخويا دوزتها وما وصلتنيش. قلت ليه يا خويا ارنا ديك العمله شديناها قلبناها لقيناها لا لقينا هذيك العمله غير نصب واحد فيها. هذا هو المشكل، حيت الدومين في الكريبتو سي تان دومين دو ريشيرش، سي تان دومين دو ريشيرش داناليز. انا كنمشيش نختار العمله انطلاقا من انتم خليتونا نهضروا في الكريبتو. الكريبتو راه العمله ما تنمشيوش نختاروها انت. انا راه شي نهار نبقى تابعكم في هاد اللايفات تدير عليا شوف تي في شي روبورتاج، هادشي اللي هادشي اللي غيوقع عليا النهايه ستكون ساويه. سي تان دومين دو ريشيرش داناليز، سي تان دومين دو ريشيرش داناليز، يعني انه خاصك تقلب ماشي تتمشي للجروبات. الجروبات ما فيهمش العلم، الجروبات ما فيهمش العلم. داك اللي تيبان لك محترف بون خصنا نعاود نوضح هاد القضيه. وقتاش كنهضروا على محترف؟ تنهضروا على ان بروفيسيونيل في الدومين اللي كيكون كيدير واحد 70% 30% من الصفقات الناجحه. هاد البروفيل هذا كيخدم بواط دانفيستيسمون كيتريدي الملايين ديال الدولار ولا مليون الدولار ولا جوج المليون الدولار سي با كوا شحال كيتريدي، كياخد منهم ان بورسونتاج من الرباح 1% ولا 2% ولا شو شحال دايره معاه هذيك لا بواط دانفيستيسمون اللي كيتريدي معاها. واش انت كتعتقد اخي الكريم هذاك خونا غتلقاه في جروب تيقول لك تدمون، تيقول لك شري هذه العمله ولا دير هذه؟ الجروبات راه ما تندخلوش ليهم باش نتعلموا، حيت العلم لا يوجد في الجروبات. ف سي تان دومين دو ريشيرش داناليز، خصك تعرف دير لا ريشيرش، خصك تعرف دير لاناليز. اما خويا كتدخل كتسمع واحد العمله وكتشوفها كطلع وانت كتفرح وتتقول لا راه الخربه، هذوك راه قوالب ديال المارشي هذوك.